مساء الخير. النهارده اول يوم لينا في فيينا في رحله قصيره ما بين براتسلافا ولندن، واحنا دلوقتي في كنيسه انا ما اعرفش اسمها ايه او كاثيدرو ما اعرفش اسمها ايه، ولكن هي في منطقه اسمها سيجمن فرويد بارك في وسط فيينا. المنظر هنا مرعب من الجمال، يعني اهو بصوا فوق. شوفوا ورايا، ده مدخل الكاثيدرو، الناحية التانية المحراب. حاجة كده مرعبة. فيينا مدينة الفن والجمال والموسيقى، حيث بيتهوفن وموتسارت. فيينا عاصمة النمسا، العاصمة الإمبراطورية، وواحدة من أقدم مدن القارة العجوز أوروبا. اشتهرت بكونها مركز عالمي للعلوم والأداب والموسيقى في العصور الوسطى وعصر النهضة الأوروبية. وبعد انهيار الإمبراطورية النمساوية المجرية سنة 1918 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، فقدت فيينا أهميتها العالمية، لكن فضلت محتفظة بتاريخ ثقافي غني من خلال قصورها ومتاحفها اللي بتعرض تاريخها الضخم والمؤثر في العالم في مجالات العلوم والأداب والفنون الراقية المختلفة. للأسف كانت رحلتي لفيينا قصيرة جدا، ترانزيت 24 ساعة بس ما بين براتسلافا ولندن. ملحقتش أجرب الأكل النمساوي خلال الرحلة القصيرة دي، لأني ركزت أني أستمتع بمعالم فيينا خلال 24 ساعة دي، وخصوصا أني كنت بزورها لأول مرة في حياتي. استمتعت بمناظر خلابة من العاصمة الإمبراطورية القديمة، زي مثلا متحف الزهور في حديقة فولكسغراتن، حديقة كبيرة جدا مليانة بأنواع كتيرة ومختلفة من الزهور اللي منها أنواع نادرة جدا، وعند كل زهرة مزروعة هتلاقي وصف دقيق فيه اسم الزهرة ونوعها ومواصفاتها. مكان يبدو بسيط جدا ولكنه في نفس الوقت جميل جدا ومعمول بحرفية عالية قوي. بعد كده اتمشيت لحد ما وصلت لقصر هوفبرغ. يا رب اكون بقول الاسماء صح. قصر هوفبرغ هو القصر الامبراطوري الرئيسي لأسرة هابسبرغ الحاكمة في فيينا من القرن ال13 لحد سقوط الامبراطورية سنة 1918، ودلوقتي هو المقر الرسمي ومكان العمل الخاص بالرئيس النمساوي من سنة 1946، وجواه حواليه أجنحة ومباني لبعض المصالح الحكومية، ده غير المكتبة الإمبراطورية القديمة والخزانة ومسرح القصر ومدرسة الخيالة الإسبانية الإمبراطورية. والساحة اللي قدام القصر اسمها ساحة الأبطال، اللي أمر بإنشائها الإمبراطور فرانز جوزيف الأول. ميوزك جايز، ميوزك، عاصمة الموسيقى اهي، لسه عاصمة الموسيقى زي ما هي الظاهر، كونسرت كده في وسط الميدان. وانا بتمشى في الشارع سمعت صوت موسيقى جاية من ناحية ميدان بعيد، رحت جري اشوف ايه الحكاية، لقيت ميدان ماريا تريزا. ماريا تريزا اللي تمثالها شامخ وسط الميدان هي إمبراطورة رومانية مقدسة، اتولدت سنة 1717 واعتلت عرش الإمبراطورية النمساوية سنة 1740، وكان عندها 23 سنة، وتعتبر من أهم حكام النمسا وأكثرهم قدرة وحكمة.
اتوفى سنة 1780 على عمر 63 سنة. في الميدان بقى كان في حالة احتفالية جميلة، سماعات كبيرة ودي جي وناس متجمعة في حالة من البهجة والانبساط، بيتسامروا وياكلوا ويرقصوا ويغنوا، ومنهم اللي قاعد على النجيلة مع أصحابه وسط الميدان، حاجة كده تشرح القلب. بالليل زرت ممشى موازي على طول نهر الدانوب، يعتبر مكان ترفيهي للمواطن النمساوي البسيط. في أكشاك مطاعم كتير وبازارات وأماكن للرقص والترفيه، وعلى جدران الجسر المبني فوق الممشى في رسومات جرافيتي بديعة. متنفس للناس البسيطة علشان يقضوا وقت فراغهم ويتسلوا. قعدنا أنا وصديقي الأستاذ عباس شريكي في الرحلة على شط النهر ودلدلنا رجلينا بس ما طلناش المية، واستمتعنا بالحالة الجميلة. يا جماعه بص بص اللي ورايا ده، ذا بيوتيفول كاثيدرو، يعني كاتدرائيه مش ممكن على جمالها، مش ممكن على جمالها. مشكله جدا، حاجه يعني مبدعه. وبعدين اتمشيت لحد شارع كارنتنر، واحد من اهم شوارع فيينا واشهر الشوارع النشطه اقتصاديا وسط العاصمه النمساويه. هو شارع الشوبينج الرئيسي اللي هتلاقي فيه معظم البراندات العالمية المشهورة. ألطف حاجة شفتها في فيينا إننا لمحنا باول من على بعد، فقلنا الله هنلاقي أكل وبتاع، وبعدين اكتشفنا إن باول هنا اللي هو بنفس اللوجو اللي في مصر عبارة عن محل لبس.
تاني يوم صحيت الصبح علشان أعمل حاجة واحدة بس مهمة جدا بالنسبة لي قبل ما أطلع على المطار علشان ألحق طيارتي الساعة 4 العصر اللي رايحة لندن. أخدت الترام وقطعت مسافة ساعة لحد أطراف المدينة علشان أوصل للمقابر المركزية القديمة لمدينة فيينا. أنا مزيكاتي وما كانش ينفع أكون في فيينا عاصمة الموسيقى وما روحش أزور قبر بيتهوفن اللي في مقابر فيينا القديمة. طبعاً بيتهوفن مش هو المؤلف الموسيقي الوحيد المدفون في المقابر دي، ده في كمان يوهانس شتراوس الأب ويوهانس شتراوس الابن وفرانس شوبرت وروبرت شتولتس وموسيقيين كتير ومشاهير تانيين في مجالات تانية كتير. بس للأسف ما كانش ممكن إني أزور كل دول لأن المكان كبير جداً وكان لازم ألحق طيارتي. اقروا الفاتحه للحاج لودنباك بيتهوفن. بس الصدفه ساعدتني واكتشفت جنب مقبره بيتهوفن مقبره المؤلف الموسيقي يوهانس برامس، وهو من اهم المؤلفين الموسيقيين الالمان في العصر الرومانسي زي بيتهوفن كده، وليه مؤلفات كتير مشهوره اي حد يقدر يميزها لو سمعها. كانت رحلتي القصيرة لفيينا عاصمة الجمال القديمة اللي أتمنى أني أزورها تاني زيارة طويلة تخليني أقدر أكتشف معالمها أكتر.